المستشفى شنو يعني شنو ينقص المستشفى؟ مثلا مركز السرطان ينقصكم جهاز معين، او مركز حصة عبد الرزاق ينقصكم شيء معين. في مرات يقولون ينقصنا جهاز معين مثلا او شغله معينه، نحاول قدر امكاننا ما نعطيهم المبلغ كامل، نعطيهم جزء من المبلغ. لا تنسون ان في شركات احسن من لا شيء بالنهايه، احسن من لا شيء. وانا احرص دائما ان بالحفل الختامي ياخذون الفلوس، صح، اساس اشيل يوم الوناسه، يوم الوناسه والصندوق، خلاص انه هو هني برا ذمته، عرفت ان هذه الشغله اللي كانت هو قاعد يتعب عليها صارت حق ما اقول انه مثلا لا، بيوم الحفل الختامي يستلمون الفلوس يبطلون قدام الناس والحمد لله على الهواء مباشره، صح. اساس شوي اللبس على طاري الهواء، قبل الهواء زين كنا قاعد نتكلم تو بالفاصل، مو انا ما هاتاك بالفاصل قاعد نتكلم، قلت انه ممكن انه راح يكون في شخصيات رياضيه، شخصيات معروفه، هذه راح تضيف حق المهرجان. لو تتكلم اي يعني انا يعني مثل ما قلت لك الفكره كانت موجوده يعني، لكن لما ارجع شويه للذكريات، يعني ذكرياتي او ذكريات الاهل او الاصدقاء، تشوف ان الجيل الذهبي في جميع الالعاب، سواء من ناحية الألعاب الفردية أو الجماعية، عندنا ما شاء الله جيل يغطي، يعني حتى كراسيهم ما راح تكفي، مو صالة أفراح يعني ما راح تكفي ملعب، عندنا إنجازات في جميع المحافل. فمرات يصير شيء رمزي إنه تجيب لاعب مثل أعلى حق لاعبة أو لاعب، مثلا جميع الألعاب تلاقي 5-6 ألعاب لكن يحبون لهم لاعب معين، صح، أو 6 ألعاب فردية أو جماعية من الرياضة النسائية، عندنا يبتدون بلاعب معين. عندك الحين مثلا عندنا إن شاء الله يفوزون بطلاتنا في كرة الطائرة، الحين قاعدين ينافسون في بطولة الخليج، الحين قاعدين يلعبون، وأعتقد فازوا على عمان 3-0، إن شاء الله يكملون يفوزون بطلاتنا إن شاء الله. عندنا برياضة معاقين مثلا العام كانت خلود مطري فازت وجايبة 4 ميداليات ذهبية في رياضيات في بطولة العالم، فنجيب لهم الشخصية اللي تلهم مرات أو المحببة إليهم، ونحاول قدر الإمكان إذا استطعنا. شخصية شاملة أتوقع ميسي. أنا أشجع يعني كان مريض بالبداية، بعدين صار لاعب ألعاب قوة بالركض، وصار ذكي بالمخ، وصار لاعب مراوغ، يعني كل شيء. ما تقدر تعطينا شيء حسنة مثلا منو من اللاعبين اللي راح يكون جاي معك؟ انا ما احب اقول، انا مرات يصير لبس ان تقولين شخصيه معينه يقولون والله هذا بس يبي يقولها كشيء اعلامي، صح، وما تجي الشخصيه. فانا احب تكون اذا قدرت اجيب الشخصيه يعني نسائيه او رجاليه، قاعد تطمح حق شيء عالمي يعني، اي عالمي او عربي او خليجي او شيء مميز اذا بيوم الحفل، اذا ما قدرت بعد الله. هذا الشيء ما سويته سنتين، الله ما يكون وفقني. لا والله ما صار مره، يعني بس زارني الاخ عبد الرحمن محمد بوعوف كابتن منتخب الامارات بكاس العالم سنه 90، ويعني اعلامي مميز، وصار عندي ضيف، والباقي اتصالات يعني ان شاء الله تثمر الى ان شاء الله. ان شاء الله اكيد الله يوفقكم باللي قاعد تسوونه، شيء وايد حلو يعني يفتخر فيه ككويتيين. انا اتمنى ليش لان احنا اللي سويناه بدينا فيه طموح الشباب رياضيين بشكل عام، أكيد. يعني قاعد والشابة. يرضيهم الشباب والشابات يعني والشباب ان البنات والشباب بشكل عام. عندك انا بذكر لك شغله، يعني انت لو تروحين مثلا نادي الرمايه، الحين نادي الرمايه في اقبال شديد من الرياضه النسائيه على الرمايه، حتى الفروسيه الظاهر عشان يفرغون الغضب الفروسيه لا والمؤمن حتى الفروسيه يعني الرمايه والفروسيه ما شاء الله البنات، اي صح، ولعبه السلاح الشيش، ايوه مباراه بنات الايوب ما شاء الله مميزين فيها. لكن لو تروحين نادي الرمايه وفي عندهم رمي حي ومع مدربين، تشوفين يعني البنات بشكل مكثف يروحون يرمون، صح، وبطلاتنا حط بالك يعني، وبطلاتنا يعني فيهم الخير والبركه. هاي نون اي تخافون اول الحين هذا كله انت قاعد ترفع حق الرمايه اخر شيء عشان هاي نون شفته؟ اي اكيد الهاي نون. ايش رايكم انت؟ ما تلعب هاي نون؟ لا ما اعرف بالايفون لان حابين فيها شعبك تلعب شوي بس سوالف وقت ما في. زين استاذ حسين، ممكن احنا مستمرين معك بس بغيت اعرف الحين السياسه. نعم زين، انت قبل الهوا هذه صارت بيني وبينك. نعم قبل الهوا قعدنا نسولف اسرار قعدتنا، ممكن نشط شوي لان احنا هني بجادرنج نسولف. نعم كنا كشباب يعني ننقهر على اللي قاعد يصير
بالناحيه الرياضيه وحتى العامه بالشباب دائما يقولون لا تسيسون الرياضه لا تسيسون الرياضه بالضبط. مو شايف انه في يعني من ساعه انت جاوبت بس مو هذا الجواب اللي حسيت انه اشفيت غليلنا فيه. يعني مو حاس ان الصراعات اللي قاعد تصير بمجلس الامه قاعده تضيع الشباب الكويتيين؟ يعني في وايد مواهب مروا على الكره الكويتيه مواهب صدق بس ما حد اصقلها والحين اعتزلوا وراحوا وتاثر وايد بطريقه سلبيه صاروا يعني للامانه وهم يعني ما يملكون الجنسيه الكويتيه بس ينزلون باسم الكويت صح. وبعدين ياخذون منه الشيء اللي يبونه بعدين يقولون له مع السلامه والريال يطلع يروح يلعب بمنتخب ثاني برا صح. فليش احنا ما نستغلهم بما انهم قاعد ينجزون صراحه؟ يعني انا من مقابلتي مع اول مقابله مع فيصل الجزاف رئيس العام الشباب الرياضي قلت له كذي بالحرف قلت له ليه متى؟ بالحرف الواحد ووجهت حق السؤال حق كذا شخصيه قلت لهم ليه متى؟ يعني الضحيه الشباب والحمد لله يعني بينوا لنا ان لا الصراع موجود لكن الصراع موجود والكل يفهمه والكل يفهمه يعني خلاص يعني اللي يبي يحاول يعني هم يحاولون يحطون مثل غيمه على الصراع مع ان كل الشباب يدرون انه فيه وموجود يعني, يعني انا بتكلم لك عن الموضوع يعني صراع اسيوي عالمي بين شخصيه بن همام مثلا من دوله شقيقه قطر وبين بلاتر ايه احنا شكو بالضبط عندنا مشاكل اللي تكفينا صح قام يطلعون بالقنوات هذا ناس واقفين مع بن همام وناس ضد بن همام شكو وهو قطري من دوله شقيقه روح حق واحد كويتي يتلقفون بكل شيء اي والله رايح حق القطري يطلعون على بالهم شيء زين ومجاب له على عيني وراسي من دوله شقيقه سانده في الانتخابات لكن انه يدخل الصراع عليك يدخل الصراع انه بين الكويتيين على شخص يعني خليجي ونعفي لكن مو كويتي صح مع احترامي حقه ووقفنا وياه ودعمناه صوتوا لكن لما ينزل عليه قرار تأديبي من اعلى السلطه الرياضيه ما ندخل سياسات احنا دول اخرى إيه؟ يعني احنا نتدخل حقه عنده ديرته وعنده نقاده وعنده رياضيه وعنده حكومته وعنده اللي يدافع عنه يعني هم عندهم غاريه اللي برا اكثر من غارياتهم يعني اخر بطوله اللي هي صارت الاولمبيات الابطال الكويت اللي هم بالرمايه يعني هذه صدق حزت بخاطري يعني يوم قاعد اطالع انه تخيل كل الاعلام ارتفعت مفروض علم الكويت اللي يرتفع علم الاولمبياد اللي ارتفع مو عبد الله الكويتي لما فاز قالوا له افسخ العلم يعني وبدل العلم بالعلم الاولمبي وما فاز اعتقد يعني حاله نفسيه حاشته وما فاز في البطوله تصير نفسيه فقاعد اقول لك يعني مثل صراع بن همام يعني صراع شك بالجرايد بين جريدتين صفحتين عن بن همام حطوا اعلان اي والله حط لو هالصراع اللي بين جريدتين عن قاعد يكملون على بن همام لو تشيل صفحه شنو مربعها كم سنتي كم سنتي تحط عن كل لعبه خلال شهرين كان انت مغطي تقريبا ولا 200 لاعب ولاعبه في شيء احنا ما قاعد ننكر مثلا الرياضه الخليجيه والعالميه مهمه بس في شيء اسمه الاهم الرياضه الكويتيه بالنسبه حق الكويتيين انا اشوف الاهم ليش زيده على قولتهم انه اهد الاهم واشطح على المهم فما له داعي لا وناس وفي ناس يفتخرون لا مثلا انا وقت يعني يفتخر بالقنوات الخليجيه انا اذكر حارس منتخب البحرين قال حق واحد من اللي في احد القنوات قال انت متاكد انت كويتي يعني من كثر ما مصدوم يعني قال له يبا بسك اعجاب الاهل ديرتك يعني انا يعني الله يشفي الكل الحمد لله رب العالمين اتوقع ان شاء الله بالمستقبل القريب ان شاء الله باذن الله احنا نتمنى يعني انا ونواف صراحه يمكن من اكثر الناس اللي ودنا الصج نشوف اللاعب اللي طلع لاعب يقول انا لاعب محترف بكل شيء يعني اسمه محترف بديرته قبل لا يطلع احتراف برا يعني انه يكون مرتاح نفسيا واحنا لاعبين مو ناقصهم شيء يعني إيه؟ لاعبينا كجسد كموهبه مو ناقصهم شيء كعقل في وايد ناس اهم شيء العقل في وايد لاعبين يعني يشرفون اسم الكويت من تطري اسمه تحس ان الناس تعرفه لا يعني هو صدق موهوب بس ناقصه الدعم المادي يعني المعنويه انا اعتقد شهر 4 راح يصير الاحتراف كلي على اللاعبين مبالغ معينه تنزل حق كل لعبه او ان كلها موحد لا متفرغ راح يكون كامل ومبلغ احنا اعتقد كل 3 اشهر يعطونهم 1200 1500 1200 المفروض يعطونهم شهر بشهر وهذا هذا خطا من الهيئه العامه للشباب والرياضه واذا ما تداركوه قاعد تصير مشاكل في الانديه زين على المبالغ للامانه صراحه يعني احنا
يعني حتى احنا على موضوع حتى موضوع على الطلبه تذكرون يوم الجامعه يوم كانوا يقولون ان 100 دينار ما تجزي وصدق هي ما تجزي حق طالب جامعه فهم بالك لاعب عنده يعني مثلا لاعبين الهوكي انا اساسا انا اقول لك لاعبين البولينج انا كنت يعني يوم تصير بطوله البولينج اللي تصير بكوزمو اكون موجوده ويا اللاعبين كم الكره ميمي قاعد تقولين الكور نفسهم سعر الكره عادي يوصل 150 140 على حسب زين هم يشترونهم ويقولون ان الاتحاد مثلا احنا مخصص لنا كل شهر ينزل 400 500 ينزل لنا 180 ولا 200 دينار 180 شنو بيسوي فيه لا لا شو يعني شو ديرة خير ما حد ينكر الكويت ديرة خير صح وخيرها سابج برا وديرة تملك ما شاء الله الخير الكثير خيرها كلها برا اي لا يعني خيرها برا صح لكن الهيئة العامة للشباب الرياضة لازم ممثلة برئيس الهيئة يكلم وزير الشؤون يكلمون الحكومة يزيدون المخصصات لا زين يعني هم لما زادوا الناس كلها يو على فئة الشباب يعني هم يقولون لا يزيدون مكافأة الطلبة تو هم يقولون لا يزيدون مكافأة الطلبة ناس وقفوا ضد مكافأة الطلبة يعبدون يا اخي الحضانة مرات على 100 دينار يقول ما يبونه والباقي كله بكبة شو اسمه لا 100 دينار يعني مثلا انا صراحه لما شفت ناس معارضين على 100 دينار انت ايش تخسر لما طالب يزيد 100 دينار ولد اخوك هذا يحتاج المبلغ مو هو اللي دافع من جيبه لا ويقولون شنو الجيل الاجيال القادمه اجل ديره فيها خير الحمد لله يكفي اجيال هم قاعد ياخذون فلوس الاجيال على قولتك احنا اجيال قادمه احنا صغار نسمع كلمه الاجيال اي والله على قولته يقول احنا اجيال قادمه اي والله انا وصلت ال 40 انا اجيال قادمه وين ما صار انا ايش بيصير فينا تقولي واحنا صغار نسمع الاجيال القادمه اللي هم احنا صرنا الحين خلاص الحين حق الاجيال القادمه الحين الاجيال القادمه عيالنا يوصلون يقولون حق الاجيال القادمه احنا عيال القادمه عيل لا ديرها فيها خير وان شاء الله لازم الهيئه العامه للشباب والرياضه تزيد المخصصات وتفكر في اللاعبين وتفكر في اللاعبين يعني خلاص بسكم يعني الصراعات اللي قامت يجي واحد يقول لا والله يطلع من الباب الثاني ليه سلم عليه وخلي ما يبي يسلم عليك ما يبي جاب لك هو اللي منضر انا لما ادش مكانك سلم على كل اللي وضدي واللي ما يبي يسلم عليه خلاص ما يشوف شر يعني حلو فاستاذ حسين عاشور استمتعنا وياك وايد وياك اليوم وصدق نورتنا الله يخليك حفزنا كذي خليتنا واحد يطلع الحين يروح يصير لاعب يركض ولا ايش ان شاء الله ان شاء الله دام انه في تحفيز الله يسلمك فباذن الله مرفوع راسنا فيكم ونشوفكم منها الاعلى والاعلى وان شاء الله مو ثالث سنه نشوفكم ل 30 سنه بعدين ان شاء الله باذن الله ويا هالمهرجان مهرجان افضل لاعب فشباب بنات استانسنا وايد وياكم اليوم بسرعه خلص الوقت ونلقاكم باكر باذن الله بنفس الموعد من الساعه 5 مع حلقه جديده وموضوع جديد وباذن الله فقره جديده فتابعونا خليكم ويانا لباكر مع السلامه مشكورين